اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايين نتكلم عن الحاجات المتوقع ابل تصدرها في الايفنت القادم، وهو اهم ايفنت عند ابل، الايفنت اللي كل التسريبات بتاكد انه هيبقى يوم 13 اكتوبر وللناس كلها مستنياه عشان هيتم الاعلان فيه عن الايفون 12 بكل النسخ بتاعته. بس اللي انت ما تعرفوش ان الايفنت دوت مش هيبقى ايفنت ايفون بس، هيبقى فيه منتجات تانية لا تقل اهمية عن الايفون. النهارده هنستعرض كل المنتجات اللي هيتم الاعلان عنها في الايفنت دوت، او شكل الايفنت هيكون عامل ازاي بما فيها طبعا الايفون. بس طبعا كالمعتاد لو انت مهتم بمحتوى زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. في الديسكريبشن هتلاقي تويتر وانستجرام وفيسبوك، اي حد عنده اي اسئلة يكلمني هناك وانا هرد عليه. وسؤالي ليكو ككل فيديو، كعادة كل فيديو، ايه اكتر منتج انت متحمس له في الايفنت القادم بتاع ابل؟ كل واحد كده يجاوبني في الكومنتات، ويلا خلينا نبتدي على طول بدون الدخول في مقدمات كتير. الحقيقة قبل ما نبتدي نتكلم كده، في خبر نازل انه الايفون 12 ابل هتبتدي توزعه على الموزعين بتوعها او على الناس اللي بتبيع الايفون 12 على المتاجر الامريكية يعني يوم 5 او 6 اكتوبر. والحقيقة الموضوع دوت يعني صعب ان احنا ممكن نصدقه، لانه ممكن ناس تدفع ملايين عشان تقدر تحصل على نسخة من الايفون دوت وتبوظ الايفنت بتاع ابل، او تسرب كل حاجة عن الايفون، او حتى تسرب الايفون نفسه. ففكرة انه يبقى موجود يوم 6 او يوم 5 عند الموردين او عند الموزعين بتوع ابل، الموضوع هيبقى صعب. احنا بنتكلم برضو عن ناس ليها قامة، يعني احنا بنتكلم عن بيست باي وبنتكلم عن امازون وبنتكلم عن اماكن كبيرة، بس ابل نفسها بيتسرب لها، اللي هي الشركة صاحبة المنتج ابل نفسها بيتسرب من داخلها. فتخيل بقى لما تبتدي توزع المنتج على الناس اللي هتبيعه او على المتاجر الكبيرة اللي هتبيعه، فاي داوت ذات يعني اشك ان دوت ممكن يحصل. وكمان لان التسريبات بتقول ان الموبايل هيبقى متوفر يوم 21 او 22، فبالتالي ليه هيبقى متواجد في المخازن من يوم 5 او يوم 6؟ خلينا نبتدي بقى على طول بدون الدخول في مقدمات كتير. اولا الايفنت شكله مش هيبقى غريب عن باقي الايفنتس اللي ابل عملتها، هيبقى شكله مألوف، هيبقى نفس الكونسبت بتاع WWDC او نفس الكونسبت بتاع الايفنت اللي فات بتاع ابل. هيبتدوا يستعرضوا المنتجات اللي اهميتها اقل من الايفون، وبعد كده يبتدوا يرتقوا لغايه لما يوصلوا لللوب بتاع الايفنت ويوصلوا للايفون. اول منتج متوقع انه يتم الاعلان عنه وهو النسخة الجديدة بتاعت الابل تي في، واللي هيكون فيها فيتشرز كتيرة قوي جديدة. اول حاجة موضوع البروسيسور اللي هيبقى جديد على الابل تي في، بس مش جديد في الصناعة بتاعت ابل او في البرودكتس بتاعت ابل، وهو A12X. A12X دوت هيقدر يهندل حاجات كتير، منها تجربة افضل للمشاهدة مع دعم تقنيات افضل، ممكن نشوف تطوير لتقنية الـ HDR، ممكن كمان نشوف تطوير للجيمينج اكسبيرينس او تجربة الالعاب على الابل تي في، بالاضافة لدعم منصات جديدة زي المنصة بتاعت جوجل ستيديا. والحاجة كمان اللي الناس كتير قوي بتطالب بيها هو ديزاين جديد للريموت بتاع الابل تي في، طبعا مع شوية فيتشرز كده بتاعت ابل بمسميات ابل هيتم الاعلان عنها في الابل تي في الجديد. وطبعا موضوع الـ 4K ممكن يتحسن بشكل افضل عن الاجيال اللي قبله. ونيجي للبرودكت اللي بعده واللي فيه شوية شك، موضوع انه ابل تعلن عن الايباد برو النسخة الجديدة ولا لا، وهقول لك ليه. المنطق انه ابل تعلن عنه عشان البروسيسور الجديد اللي هو الـ A14X اللي هياخد الايباد لليفل اعلى، وعشان كمان الـ 5G عشان يبقى فيه كده تناسق مع الاجهزة بتاعة الايفون. كل حاجة لغاية دلوقتي كويسة، بس في نقطة انا بشك انه ابل تعلن عن الايباد برو عشان النقطة ديت، موضوع الميني LED. المفروض ان ابل هتغير الشاشات بتاعت اجهزة معظم اجهزتها، الماك بوك والايباد طبعا على رأسها الايباد، بشاشات جديدة بتكنولوجي جديدة كنا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وهي الميني LED. فهل ابل من المنطق ان هي تنزل الايباد برو بكل الحاجات الكويسة ديت بدون الشاشة الميني LED اللي احنا مستنينها؟ طيب هنفترض ان ابل ممكن تعمل كده وتعلن عن الايباد برو بدون الشاشة الجديدة اللي هي الميني LED، هل من المنطق ان ابل تعلن عن جهازين ايباد جداد في سنة 2020 وبعدها بشهور قليلة تعلن عن نسخة جديدة من الايباد برو بالميني LED؟ عشان كده انا بشك ان ابل ممكن تعلن عن نسخة جديدة من الايباد برو، بس طبعا كل حاجة هتبقى واضحة في خلال ايام قليلة. نيجي بقى لأهم حاجة في الايفنت، وهو الايفون 12 بالاربع نسخ بتوعه. لو انت متعرفش، ابل السنة دي مش هتعلن عن 3 نسخ
زي ما اعلنت في سنة 2019 عن ال11 بس وال11 برو وال11 برو ماكس. هيبقى في نسخة جديدة اسمها ال12 ميني، ومن وجهة نظري وكنت قلت لكم الكلام دوت كتير ان ال12 ميني كل السبوت لايت هيبقى عليه، رغم ان انا عندي تحفظ على كلمة ميني لان كلمة ميني ممكن ما تخليش الموبايل يبيع اكتر. كون ابل مخليه الايفون 11 اسمه ايفون 11 بس عشان الناس ما تحسش ان هو نسخه اقل من النسخ بتاعه البرو، فكون ان الموبايل هيبقى اسمه ميني هيبقى عندي تحفظ بسيط على الناس اللي بتشتريها تقول لك ان هو دوت الميني او النسخه الاصغر او النسخه الرخيصه من الايفون. المهم ان احنا عندنا اربع نسخ، هيتم الاعلان عن اول نسختين بديزاين جديد اللي هو السكوير ايدجز اللي احنا اتكلمنا عنه، ببروسيسور جديد اللي هو الاي 14 بايونيك شيب، بشاشات اجدد اللي هي الشاشات الاوليد اللي احنا قلنا عليها، بتجربة بطارية افضل مع تجربة صوتيات افضل، بالاضافة لدعم ال 5G. والمفروض ان النسختين دول هيبقى بنفس حجم الايفون 11 اللي هو 6.1 انش، والنسخة الميني هتيجي 5.4 انش. ناس كتير قوي كانت بتسأل هي النسخة الميني ديت هيبقى حجمها عامل ازاي في الايد. النسخة الميني ديت هتبقى اصغر من الايفون 6 والايفون 7 والايفون اس اي اللي هو لسه نازل، فالحقيقة هتبقى مبهرة جدا عشان هتبقى مريحة جدا في مسكتها. ونيجي بقى على النسخ البرو، كل اللي انا قلته لكم دوت هتضيف عليه كلمة برو. هتاخد شاشة افضل من الشاشة الاوليد اللي موجودة في النسخ العادية، شاشة برو بس مش مع البروموشن ديسبلاي او 120 هرتز لانه خلاص مش هتبقى موجودة، بس هتاخد تقنيات افضل زي الاكس دي ار وزي المسميات الجديدة بتاعت ابل. هتاخد تجربة صوتيات افضل من اللي هتاخدها من النسخ العادية. هتاخد 5G اسرع اللي هو المليمتر ويف او الام ام ويف اللي هو اسرع من ال 5G اللي هيبقى موجود في النسخ الاقل او النسخ الرخيصة. هتاخد ماتيريال افضل في النسخ البرو عن الالومنيوم اللي بيتعمل به النسخ العادية، واللي من وجهة نظري حاجة مش مؤثرة خالص في قراري لو انا هختار ما بين ال 11 او ال 11 برو او ال 12 بقى وال 12 برو. ونيجي بقى للمقاسات اللي هيحصل عليها مشاكل كتير قوي، لانه مفيش نسخة برو هتبقى صغيرة. نسخة ال 11 برو اللي انت شايفها وبتعجبك دلوقتي ونسخة الاكس اس اللي عجبك دلوقتي عشان الحجم بتاعها ونسخة الاكس اللي ظهرت في 2017 هتنتهي للأسف، وهنشوف سايز كبير اللي هو ال 6.1 انش، واحتمال يحصل ديفرنشيشن او اختلاف ما بين النسخة ال 6.1 انش والنسخة الكبيرة جدا اللي هي ال 6.7 انش تيجي بفيتشرز اعلى. وكده تبقى ابل اعلنت عن الاربع نسخ بتوع الايفون 12، واللي المفروض النسخ الرخيصة منهم اللي هو الايفون 12 ميني والايفون 12 العادي هيتم الشيبنج بتاعهم او هتقدر تستلمهم يوم 21 او يوم 22، وهتقدر تعمل اوردر للموبايلات البرو اللي هو ال 12 برو وال 12 برو ماكس في شهر نوفمبر، وهيحصل شيبنج في نفس الشهر اللي انت هتعمل فيه الاوردر. في كمان منتجات تانية متوقع ابل تعلن عنها وهي الابل اير تاج، ودوت الجزء المدور الصغير اللي هتقدر تربطه باي حاجة معاك وتتتبع الحاجة ديت في اي مكان تروحه من خلال الايفون بتاعك او الايباد بتاعك او الماك بوك بتاعك، بالاضافة للابل هوم بود مع تطوير في الصوتيات بتاعتها وفي الفيتشرز بتاعتها. في كمان تسريبات كتير قوي بتقول ان ابل ممكن تعلن عن الماك بوك الجديد بتاعها بالابل سيليكون او بالبروسيسور الجديد بتاع ابل، مع ان اشك ان دوت ممكن يحصل لان الموضوع ممكن يكون ليه ايفنت مخصص يتم استعراض فيه الاجهزه الجديده بتاعت ابل، والمتوقع ان هو يكون جهاز واحد بس هيحصل بقى شرح كامل للمزايا اللي انت هتاخدها مع الجهاز دوت بالنسبه للاسعار وبالنسبه للباور افيشنت اللي هيحصل عشان المعالجات الجديده وللسرعه اللي هتبقى افضل من معالجات انتل ولكميه الحراره اللي هتبقى اقل من معالجات انتل. احنا بنتكلم عن صناعة بالكامل بتتغير، فبالتالي ممكن يكون في ايفنت مخصص عن الابل سيليكون او عن الماك بوك الجديد. وبس كده احنا بنتكلم عن اكتر حاجات مؤكد انه هيتم الاعلان عنها، هو طبعا الايفون والابل تي في والابل هوم بود والابل اير تاج. انا كده قلت كل اللي عندي، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو مهتمين بمحتوى زي اللي انتوا بتتفرجوا عليه دوت. اي حد عنده اي اسئله يكتبها لي في الكومنتات وانا هرد عليه، وفي في الديسكريبشن تويتر وانستجرام وفيسبوك كلموني هناك لو عندكم اي اسئله وانا هرد عليكم، واشوفكم في فيديو جديد.